هنروح لاخبارنا وهنبتدي بالعاده زي ما تعودنا بكره اليد، زي ما قلنا النتائج والجغرافيا والتاريخ حطت كره اليد كلعبه شعبيه ثانيه في مصر بدون منازع، وطبعا بسبب نتائج المنتخب الحقيقه الرائعه على المستوى الدولي، وايضا الفرق المصريه على راسهم النادي الاهلي بيحقق طبعا مشاركات قويه كرابع عالم. النادي الاهلي حقق في بطوله العالم اللي فاتت في المملكه العربيه السعوديه. هنروح نقول اخر خبر كان للفريق انه كان بيلعب العبور، والحمد لله فزنا بشكل مريح على نادي العبور، فريق محترم جدا، والحقيقه كانت مباراه جيده وبقياده طبعا الجهاز الفني الجديد. خلاص هو يعني جديد بقى، دخل في المسؤوليه مباشره المدير الفني الاسباني ديفيد ديفيس، وخلصت النتيجه دبل سكور 40-20، ولكن لا يقلل ابدا من نادي العبور المحترم. الفريق الشوط الاول خلص 18-8، ونفس الفرق 10 اهداف كان في الشوط الثاني، وبعد الفوز ده ارتفع رصيدنا ل 29 نقطه. وبالمناسبه المباراه دي كانت مؤجله، كانت دي يعني المفروض نلعبها اثناء بطوله العالم، ولكن تم تاجيلها لحين عوده الفريق، وهي بتتلعب اهي. وعندنا احنا في المركز طبعا في 29 نقطه، المراكز دلوقتي مش ما بتنمش على الحقيقه، لان احنا لينا اربع مباريات مؤجله، لو فزنا فيهم نتصدر جدول الترتيب مباشره. طيب احنا دلوقتي في المركز الثامن، بس قلت لحضراتكم المركز ليس دليل على وضعك او الوضع اللي تستحقه، لان انت عندك مباريات مؤجله زي ما قلت لحضراتكم بسبب بطوله العالم. كان الدوري هنا مستأنف، واحنا الحقيقه كنا بنلعب في بطوله العالم في المملكه العربيه السعوديه. عايز اقول حاجه، انه ماتش بعد ماتش واحنا بنقول والله بعين مجرده ومتابعتنا الدقيقه والمقربه عن قرب لهذا الفريق، الدنيا احسن. مستر ديفيد بدا يفهم الفريق، بدا يبقى فيه هارموني بين الجهاز الفني وبعضه، وايضا الجهاز الفني واللاعبين. احنا ما بنقولش بقينا في احسن توب فورم او احسن فورم، احنا بنقول ان احنا بعد من ماتش للتاني بدا يبقى للفريق شكل فني. ومستر ديفيد الحقيقه هو متعاقد مع النادي الاهلي 3 سنوات، فهو عنده اريحيه جامده جدا، مفيش اي ضغط من النادي الاهلي او اي ضغط من النشاط الرياضي بقياده الكابتن خالد العوضي، انه مستعجلين النتائج او مستعجلين الشكل. هو الراجل ماشي ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، فنيا بيبني بشكل جيد مع فرقه جيده جدا معاه، وفريق فرق يعني مجموعه من الشباب جيدين. طب الاصابات اخبار ايه؟ الحمد لله الاصابات تباعا بتنزل الفريق، يمكن دلوقتي الحمد لله ما تبقاش غير فوكس بس هو المصاب، وده رباط صليبي، يعني غالبا ان شاء الله يعني ممكن 4-5 شهور ويكون في الملعب، ولكن دون ذلك الحمد لله كل الاصابات رجعت الملعب، فدي حاجه جيده لمستر ديفيد انه يبقى عنده قماشه يقدر يبدل ويقدر يعمل فيه روتيشن في الملعب، فشكل الفرقه اتحسن بشكل كبير. انا بحب اطمنكم خاصه ان المباريات لا تذاع، ما بتذاعش، فاحنا بننقل لحضراتكم الصوره اللي احنا شايفينها.